السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لجميع مشاهدي قناة الرزوق التعليمية، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقوم بشرح مفصل وإنجاز لأنشطة الصفحتين 8 و9 من كتاب جديد في النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. إذا هذا أول درس بالنسبة لهذه السنة، إذا ضمن الوحدة الأولى تحت عنوان تصنيف المادة وخصائصها. ودرس اليوم سيكون مكونات الهواء وبعض خصائصه الفيزيائية، كيلكو بروبريتي فيزيك دو لير اي سي كونستيتيو. إذن على بركة الله نبدأ بالوضعية ديال ألاحظ وأتساءل. إذن دخل حكيم مع أخته روان في تحدي حول كيفية إخراج قطعة نقود من الماء دون أن يبلل يده. إذن أفترض أدون فرضياتي في دفتر التقصي. إذن قبل تدوين الفرضيات يجب تدوين سؤال التقصي. سؤال التقصي يجب أن يكون نابعا من وضعية انطلاق وله علاقة بالدرس. إذا أنا اخترت كسؤال التقصي، إذا هذا مجرد اختيار. إذا كيف يمكن إخراج القطعة المعدنية من الماء دون تبليل اليد؟ إذا بالنسبة من بعد طرح السؤال، إذا غادي ندوزو للفرضيات مؤقتة. علاش سميناها مؤقتة؟ لأن مازلنا ما تأكدناش من صحتها. إذا غادي نجي نديرو الأنشطة ومن بعد غادي نشوفو مدى صحة الفرضية. إذا فرضية مؤقتة. إذا أنا أظن أنه يمكن استعمال ملعقة أو شفط المياه باستعمال محقنة أو وضع شمعة مشتعلة في الصحن ونكس كأس فوقها فيصعد الماء في الكأس. إذا بعد ما شفنا درنا فرضية مؤقتة ندوزو لإنجاز الأنشطة. غادي نبداو بالنشاط الأول. إذا النشاط الأول من المكونات الأساسية للهواء لي دو برانسيبو كومبوزون دو لير. إذا أضع كمية من ماء ملون بصحن به قطعة نقود وشمعة مشتعلة. أنكسو كأسا مدرجة فوق الشمعة الوثيقة 3، ولاحظ بعد مدة وجيزة من نكس الكأس المدرجة على الشمعة. ثانيا أفسر سبب صعود الماء الملون بالكأس المدرجة. إذا هنا غادي نعطيو تفسير علاش صعد لنا الماء في الكأس المدرجة. إذا هنا عملية احتراق الشمعة تستهلك الهواء والماء يصعد في الكأس ليعوض الهواء المستهلك. إذا كان عندي هواء في الكأس ومن بعد احتراق الشمعة استهلكت نسبة من الماء وديك نسبة من الهواء عفوا وديك النسبة من الهواء اللي احترقت غادي يصعد لنا في المكان ديالها الماء. وكنشوفوا في التدريجات ديال الكأس، إذا الخمس ديال الحجم ديال الكأس تقريبا 20% إلى رضيناها نسبة مئوية. إذا يمثل الرسم بيان جانبه الوثيقة 4 بعض مكونات الهواء ونسبها. إذا عندي باللون الأزرق ثنائي الأزوت 78%، باللون الأحمر ثنائي الأكسجين 21%، وباللون الأخضر عندي غازات أخرى 1%. إذا ثالثا أعطي نسبة كل من غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثنائي الأزوت بالهواء. إذا انطلاقا من الرسم المبياني، إذا نسبة ثنائي الأكسجين هي 21% ونسبة ثنائي الأزوت هي 78%. 4 أقارن بين نسبة صعود الماء في الكأس المدرج ونسبة ثنائي الأكسجين في الهواء. إذا نسبة صعود في الماء الكأس تساوي تقريبا، إذا تساوي تقريبا لأنها ما غاديش تكون مضبوطة 100%. نسبة ثنائي الأكسجين في الهواء كما قلت لكم صعد الماء الخمس ديال الكأس، يعني خمس ديال الكأس هي 20% كنسبة مئوية وهي تقريبا نسبة الأكسجين في الهواء. إذا أحدد الغاز المستهلك من طرف الشمعة والغاز المتبقي بالكأس في السؤال 5. إذا الغاز المستهلك من طرف الشمعة هو ثنائي الأكسجين والغاز المتبقي هو ثنائي الأزوت، عندي غازات أخرى بنسبة قليلة جدا. إذا هذا الشيء اللي عندي في النشاط الأول. ندوز للنشاط 2. إذا بعض الخصائص الفيزيائية للهواء كيلكو بروبريتي فيزيك دو لير. إذا أنجز مناولتي الوثيقة 5 و6 باستعمال محقنة. إذا عندي في الوثيقة 5 عندي جر المكبس، يعني كيكبر عندي الحجم ديال سميتو في المحقنة. وفي الوثيقة الثانية يعني كيتوسع الحجم، وفي الوثيقة الثانية عندي دفع المكبس يعني يتقلص الحجم تحت الضغط يعني ينضغط. سابعا أحدد المناولة التي تبين أن الهواء قابل للانضغاط. إذا هنا سادسا أحدد شكل الهواء بالمحقنة. إذا سادسا يأكل الهواء يأخذ الهواء شكل المحقنة، يعني شكل أسطواني. إذا هذه حاجة معروفة على الهواء على الغازات أنها تأخذ شكل الإناء الموجود فيه، يعني إذا كان الهواء في مكعب راه على شكل مكعب، كان في كرة راه كياخذ شكل الكرة. سابعا أحدد المناولة التي تبين أن الهواء قابل للانضغاط هي المناولة اللي عندي في الوثيقة 6. قابل للتوسع هي المناولة اللي عندي في الوثيقة 5. نمشي للخلاصة.
نقراه ونشرح فيها لكن شي ما تشرح. إذا الهواء خليط غازي يتكون أساسا من غاز ثنائي الأزوت بنسبة 78% تقريبا، وغازي ثنائي الأكسجين بنسبة 21% وغازات أخرى بنسبة 1% بحال بخار الماء، ثنائي أكسيد الكربون، عندي أحادي أكسيد الكربون، عندي الأوزون، عندي بزاف ديال الغازات الأخرى ولكن النسبة ديالها تقريبا مهملة، ما نقولش مهملة ولكن صغيرة جدا مقارنة بالمكونين الآخرين. إذا الهواء يأخذ شكل الإناء الموجود به وهو قابل للانضغاط والتوسع، إذا عندي الهواء يتميز بخاصيتين، إذا القابلية للتوسع والقابلية ديال الانضغاط. دونك لير ايت ان ميلونج دو غاز كونستيتوي اسونسيلمون 60-90% دو ديازوت، 21% دو ديوكسيجين et 1% d'autres gaz comme la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Donc l'air prend la forme du récipient qui le contient. Il est compressible et expansible. يعني قابل للتوسع للانضغاط. نمشيو للأنشطة ديال أطبق. إذا نضع أنبوبا مدرجا بالمليمتر يحتوي على كمية وافرة من صوف الحديد في إناء به ماء كما هو ممثل في الوثيقتين 7 و8، علما أن الحديد يتفاعل مع ثنائي الأكسجين ليعطي الصدأ. إذا هنا درنا صوف الحديد كنقول ليه بالدارجة زيكس، كاين اللي كيقول ليه جيكس. إذا درناه في الأسفل ديال الإناء وقلبنا الإناء وخليناه أسبوع، إذا تفاعل لي الأكسجين مع صوف الحديد وحدثوا بعض التغيرات غادي نشوفوه. إذا أولا أسمي الغاز الذي يوجد بالأنبوب المدرج عند بداية التجربة. إذا هنا غادي نغير شوية في التعليمة، غادي نقول الغازين. إذا الغازان المتواجدان في الأنبوب عند بداية التجربة هما ثنائي الأزوت وثنائي الأكسجين. إذا هنا كيركزوا لنا على ثنائي الأكسجين ولكن احنا غادي نقولوا ثنائي الأزوت وثنائي الأكسجين. وحدد الغاز المتبقي عند نهاية التجربة. ثانيا الغاز المتبقي في الأنبوب عند نهاية التجربة هو ثنائي الأزوت، لأن ثنائي الأكسجين مشى تستهلك ليا في التفاعل. واحسب حجم ثنائي الأكسجين المثبت من طرف الحديد، يعني الاكسجين اللي دخل ليا في التفاعل. اذا ردوا معايا البال في الاول كان عندي الحجم ديال الانبوب 50 مليلتر وفي نهايه التجربه اصبح 40 مليلتر. اذا 50 ناقص 40 10 مليلتر. اذا الحجم ديال الاكسجين المستهلك في التجربه هو 10 مليلتر. ندوزو لجابليك افون لا بلونجي. اون بوتاي دير كومبريمي بيز 26.2 كيلوغرام، يعني قبل الغطس. اذا دوك الاسطوانات ديال الغاز اللي كيستعملوا في الغطس، يعني قبل الغطس كانت الكتلة ديالها 26.2 كيلوغرام. و غوتوغ دو لا بلونجي اي نو بيز كو 22.6 كيلوغرام، يعني ملي رجعنا من الغطس الكتلة ديالها نقصت وصبحت 22.6. اذا لا بروميير كيستيون، كيلي لا ماس دو لير كي ايتي كونسومي او كور دو لا بلونجي، يعني شنو هي الكمية ولا الكتلة هنايا اللي تستهلكت عندي ديال الغاز يعني خلال العملية ديال الغطس. اذا سهله، غادي نشد 26.2 اللي هي الكتله البدئيه قبل ما يكون الغطس ونقص منها 22.6، يعني من بعد الغطس غتخرج لي 3.6 كيلوغرام. هذه هي الكميه ديال الهواء المستهلك. كاليك جو دون اون اوتر بروبريتي دا، قلنا لير اي اكسبونسيبل يعني قابل للتوسع. اذا في الاول كانت الخاصيه ديال الانضغاط، يعني كان مضغوط عندي الغاز، من بعد ما تستهلكت واحد الكميه يعني توسع عندي الغاز في القنينه باش يشغل كاع الحجم ديال القنينه. دونك الي اكسبونسيبل يعني قابل للتوسع. اذا وصلنا للنهايه ديال الشرح، نتمنى يكون شرح مفهوم الى حد ما، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله تعالى.